في مصر وعلى غرار باقي الدول العربية والإسلامية يبدأ اليوم شهر رمضان الكريم، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ويعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين، فهو شهر الصوم والعبادة. فماذا يقول المصريون عن رمضان؟ وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. شمعة بتكبر ايوه، في فانوس اخضر ايوه، رمضان نور ايوه، وهلاله يبان دايما فرحه. رمضان فرحه ايوه، شجره وطرحه ايوه، الدين بلح ايوه، بيتك عمران بيميش رمضان. شمعة بتكبر ايوه، في فانوس اخضر ايوه، رمضان نور ايوه، وهلاله يبان دايما فرحه. رمضان فرحه ايوه، شجره وطرحه ايوه، الدين بلح ايوه، بيتك عمران بيميش رمضان. شبابيك الوان ايوه، في حيطان وبيبان ايوه، زينة رمضان ايوه، فرحان من قلبي زي زمان. العمر كله ما يمشي.